بوم. زقنبي فجأة وبروحك هي. تشوف زقنبي هي. ما تدري شي خربط هي. ويقول لك غريبة كيفي متوهق في انحاش ولا اخر سلفي هي. ولا تدري شلون زقنبي يبا زقنبي يلا 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 شو هالنسفة عادي؟ شو هالنسفت لك كذي؟ شو هالنسفة؟ شايف البريك اللي طقيته عند الباب انت؟ وهذا راسه خايس ولا هذا راس بني آدم؟ يا أخي انت بلشتنا فيه وما أدري حق شنو جايبه ويانا العرس بفشلنا قدام العالم. يا أخي حرام عليك لا تحبط عاد الريال خليه يفرح في العرس. احنا شنو اللي موجودين أحسن منا يعني؟ كلهم ترى ولا شيء الحمد لله. خالب شوف الله العظيم كلهم جايين كذي اكثر وما يعرفون المعرس طول عمرنا ندش عروس محترمين يعني من ناس قومبي ويانا ليش يا اخي لا روحي يا ابن حلال روح لا تطير يدك بسبه فنيال ايش فيك نطيت عليه يبا الحين بتروح للبوفيه والذبايح والشغل العدل اسمع قول لا يفش هبا 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 وخليه يحترم الناس داخل لا يقعد يعضعض بس يسوي انا مو متريق معلي هدي لأنه مو متريق سيدة بياخذ شيء فريش يلا 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 مبروكين مبروكين بارك فيك بارك مبروكين مبروكين هلا والله هل صورة معه؟ لا ما يحتاج لنا صورة ما يحتاج للذكرى حلوة للذكرى نحن مو ماخذين شيء سريع ماشي يلا مبروكين لحظة ليش جايب بوغتيبة؟ توقعت زقنبي ولا هذا يا عمي مشي مشي زقنبي مبروكين مبروكين تبعد ما أدري الله يهداك هذا عمك قواكم الله يا ربي الله يقويك أهلا تعال هني تشفيك مشكور طال عمرك مشكور شفي صاحبتكم أبد سلامتك الظاهر عاجب العطر اللي انت حاطه عندي منه بالسيارة ذي بيخليه معك يا قلبي مشكور حبيبي. مبروكين إن شاء الله ما تقصر الله يبارك فيكم تعالوا تعشوا معنا لا حبي العافية والله حبيبي ما نبي منكم ولا شيء الريال تعبان ونبي نمشي تعبان عنده هبوط لو سمحت مبروكين مبروك نسلم على الوالد ها وقتاده الله يسلمك يوصل امشي والله فشلنا الحين تسوي روحك فشلنا وانك اصلا ان معاجبك منو اللي جايبه منو اللي يهتم فيه انا قلت ابي استانس غير جو فشلت قصيت وجهي قص بغى يعض الناس بغى يعض المعرس بغى يعض بقتيبه بقتاده حجر كنت ناوي اقعد وتعشى واستانس يا الله ليش تسوي كذي ليش انت ليش لا تسوي انا احس يعرف يتكلم بس قاعد يسوي ليش قولي ليش سويت كذي ايش قاعد تقول له اقول له هذا سؤال فريايل ها يا الله ما خلاص احنا بالشارع خلاص اركب ما تطلع اي مكان مره ثانيه ايه يلا اصحى لحظه وقف لحظه عشان لا تنحاش خير تعال شوف التاير شلون معضوض شنو يعني منو بيعض التاير انا بالله عليك منو يبي يعض التاير انت ليش كذي لحظه ريحه التواير ريحه التاير بحال الجو 17 نفس المقاس انا شو اسوي فيها هذا ما لقيت الا تاير سيارتي انت لو هذا قول له قايل لنا نحب التواير كان حطيناه بالدبه ينقنق بالسبير على ما نوصل اي مكان شو يقول
نصيب. امسك 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 ودة ودة. انا وين وين نروح؟ روح روح شوف اي تاكسي روح روح روح. لو ماكل المعرس ولا التاير الله حرام. الاسبوع اللي طاف مركبهم والله حرام. تواري الدد امشي. والله ريحة حلجة. والله يا وقتيبة هلا. أقول والله استرس السنة بالصيف خدت اليحان والعائلة كلها. رحنا موناكو من موناكو رحنا ميونخ من ميونخ ردينا نيس من نيس ردينا رحنا لندن ومن لندن رجعنا الكويت. جولة أي جولة حلوة كانت جميلة جدا والله ما صرفنا وايد. إيه طيارتك ها؟ أي طيارة خاصة إيه طبعا طيارتك حلوة. وما كلفتني الرحلة هذه والوناسة والأكل الزين وهذا بعد يعني تقريبا 400 بيتكوينز. إيه إيه بيتكوينز وخصوصا الحين عارف أوروبا يعني الناس عارف فيها الأمور بسبب الأزمة اللي صارت الأزمة الصحية. إيه كوفيد 19 صدق أنا زوجت خلود ولدي. إيه ما شاء الله زوجت بديتهم برا أمريكا عارف قال بنغير جو يوبا أنا والعروس. قلت روح أنت وميمتك وأهل المرأة كلهم طيارتي خاصة. إيه طبعا طبعا استأنسوا إحنا صرفوا تقريبا مليون هذا بيتكوين. بيتكوين العالم هابا هابا بالبيتكوين. ايه هابا. هلا هلا ابو خالد. هلا 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 ابو خالد يا حلو ابو خالد. هذا خسر مسكين 40 مليون بيتكوين. لا ايه شوفه قاعد يمشي سريع كان ابطا من كذي خساره خلته. أي ما شاء الله ما شاء الله بيتكوينز ها باكر بيتكوينز هني أنا موجود هني 24 ساعة بس 9 الصبح بيتكوينز هني إن شاء الله. الأمور طيبة. هلا هلا أبو خالد إيش في حوس أبو خالد يقول لك خسران هاي يلا بقول لكم سالفة صجية صارت وياي سمعوها. أنا كنت ساكن ببيت طرف الغابة زين وتركت الباب مفتوح ودخلت المطبخ قاعد أسوي أندومي يوعان أبي آكل. المهم سمعت صوت وراي التفت ولا لبوة داشة مبطلة حلجها وتبي تاكلني شو اسوي؟ تصرفت بسرعة وصكيتها هذاك البوكس وهي مبطلة حلجها كان الدش ايدي داخل بطنها ووصلت لين الذيل كان الف الذيل الف 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 واقلبها بالعكس. خلصت منها سمعت صوت طلعت وراها اخ ولا الاسد يا كبر راسه هالكبر وكل ناب عنده كذي شو تسوي؟ لازم أكون سريع البديهة إيه واتصرف. ما لالا الراشدي صفقت ذاك الراشدي على وجهه كان ألزقهني وخذيت الفرو ماله وسويته حق علشان يدفى فيه مثل ما أنتوا شايفين.
بينكم. اللي بتقصر تنورة، اللي بتقصر تنورة تلحقها عيون الشباب. وهي بحالة مغرورة. أيوة وهي بحالة مغرورة. وين أنا قصر تنورة؟ وين احنا تنانينا طويلة ومو مفتكين من عيون هالشباب. اي والله اهلين اهلين ست سبيكة. الله الله ما احلى اسم سبيكة بحلجك، مو مثل ريلي سبيكي سبيكة سبشو. والله انك ست الكل. طال عمرك انا جهزت لك الطاولة. حلو، ابي احلى عشاء وابي احلى شموع تحط لي. حاضر من عيوني. شو بدك تعملي اليوم لزوجك؟ ايه بسوي لعيد ميلاد شبابي كذي، يعني سبرايت. لا لا عفوا، سبرايت سبرايت. لحظه لحظه، من اللي بيدفع البخشيش، انت ولا انا؟ صحيح سبرايت، دائما بنسى. ابي تحط لي على الطاوله 70 شمعه. 70؟ لشو 70 شمعه؟ حبيبي عيد ميلاد. لا مو حبيبي عفوا، يعني عيد ميلاد حبيبي مجمل. ابي احط له 70 شمعه لان عمره 70. يا مدام يا مدام، ما بتكفي الطاوله، هي شمعتين وبكفي. شفت ما علي، خليه خليه قصبه التفاحه. ما علي ما علي. إيه؟ بتحط لي 70 يعني بتحط لي 70. حاضر يا مدام. شو ما بقدر اقول لك لا، انت